السلام عليكم متتبعينا الكرام، الف مرحبا بكم على قناتكم اموبيلي مسفيوي. كما عودتكم ان شاء الله ديما الجديد، اليوم ان شاء الله غادي نوريكم هذا المنزل اير بليس 3، كتواجد فيه دوبليكس وثلاثه ديال الشقق. اللي باغي دوبليكس بوحدها مرحبا، اللي باغي شي ابارتمون بوحدها هي مرحبا، واللي باغي العماره كامله مرحبا. اللي باغي اي حاجه ما عليه الا يتصل على رقم 0674 55 35 03. كنبغي نشكر جميع المتتبعين الكرام داخل الوطن والجاليه المغربيه وجميع اشقائنا العرب وجميع الدول العربيه. دابا غادي نوريكم الدوبليكس وكنعتذر حقاش ما كاينش الضو حقاش العماره باقا جديده. دابا يمكن لكم تشوفوا معايا الدوبليكس كما كتشوفوا، الدخله ديال الدوبليكس هي هذه، خدمه اللي متقونه هنا كما كتشوفوا، طاح الجار فينيسيون عصريه كاين هنا عند الصالون. ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيلي مسفيوي، قناه اللي تجيب لكم عقارات اللي محفوظين وفي مواقع جد ممتازه وقرابين من جميع المرافق العموميه. كما كتشوفوا هنا كاين هاد الشومبر فينيسيون متقونه، صبابه بلاتينيه، الارضيه جد ممتازه وكذلك البلافون لي بلي سبوت والبيبان كما كتشوفوا فينيسيون اخر، ما كاين شي حاجه اللي عصريه ومتقونه. ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيلي مسفيوي، واللي باغي اي حاجه في العقار الف مرحبا، واللي باغي يبيع اي عقار ولا يكري اي عقار غير يتصل بيا على الرقم 0674 55 35 03. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتصلوا تيبغيو يتاكدوا واش منير مسفيوي، حقاش العقار هو لواحد الدومين اللي كيعتمد على الثقه، خاصكم تتعاملوا مع شي حد اللي يكون ثقه، حقاش الانسان غادي يحط واحد الفلوس اللي صحيحه يعرف مع من غيتعامل، وخاصو يفكر نهار يبغي يشري نهار يبغي يبيع. كما كتشوفوا هنا كاينه سال دو با، ديما الجديد ان شاء الله، بلاكارات ام دي اف بروميير شوا، صلاح متقون كما كتشوفوا، فينيسيون راه اخر ما كاين. باقي بزاف ديال العقارات غادي يكونوا على القناه، كنتمنى ما تضيعوش الفرصه وشاركوا وبارطاجيو وضغطوا على الجرس. وهنا كاين هاد الشومبر ثاني اللي باغي دوبليكس بوحدها، واللي باغي ابارتمون حتى هي بوحدها، واللي باغي العماره كامله مرحبا. حنا ديما تنجيبوا لكم الجديد وعقارات المحفوظين وفي مواقع جد ممتازه قرابين من جميع المرافق العموميه. الموقع ديال هاد الشقق ولا دوبليكس ولا العماره كامله راه كاين حدا ايكول الرائد، راه كاع الناس ديال مدينه بني ملال عارفين حدا ايكول الرائد. دابا غادي نشوفوا لاكاف، لاكاف اللي متقون في الاصلاح، طاح الجارت، الرخام في الدروج، فينيسيون اللي عصريه ومتقونه كما كتشوفوا. هنا كاين هاد الصالون، هنا كاين سيجور جلسه، عاد هنا كاينه لاكويزين كما كتشوفوا، كاين سيجور، وهنا كاينه لاكويزين ايكيبي عصريه كما كتشوفوا، شي حاجه اللي متقونه في الاصلاح. وهاد الفيديوهات راه غير كنقربكم من هاد العقارات، يمكن لكم تجيو تشوفوا بعينيكم. والبيع راه تيكون عند النوطير اللي هو الموثق، والحمد لله نتوما راه في ايادي امنه. هنا كاينه لاكور تشوفوا، عاد هنا راه كاينه صال دو بان، هنا راه كاين صال دو بان، شومبر تا هو بالبلاكار في الحي، الان دي اف بروميير شوا، دوبليكس اللي مصلوحه وفي موقع جد ممتاز. وكما قلت لكم اللي باغي العماره كامله اير بليس 3، واللي باغي دوبليكس بوحده، ولا اللي باغي حتى شي ابارتمون الف مرحبا، غير يتصل على رقم 0674 55 35 03. كنبغي نشكركم بزاف وكنتمنى ديروا جيم وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. جيم والبارطاج راه فضلا منكم، نتمنى تقدروا المجهودات اللي كندير باش تشجعوني باش نزيد نجيب لكم ان شاء الله عقارات اخرين. هذا المحتوى اللي كنقدم لكم اللي فيه بزاف ديال، الحمد لله تندير كل ما في جهدي باش كنجيب لكم هذه العقارات، خصكم تعاونوني بجيم وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس. الميتراج 180 ما بين الريتشوسي ولاكاف، واللي باغي اي حاجه ما عليه الا يتصل على الرقم 0674 55 35 03. وكنبغي نشكركم بزاف وننتظروا ان شاء الله ديما الجديد على قناتكم اموبيلي مسفيوي. دابا غنشوفوا البروميير ايطاج، بحال البروميير ايطاج بحال الدوزيام ايطاج وكذلك التروازيام ايطاج. دابا غتشوفوا بروميير ايطاج
كما قلت لكم، هاد اير بليس 3 اللي بغا العماره كامله، ولا اللي باغي شي ابارتمون، ولا اللي باغي دوبليكس. كما كتشوفوا هنا كاين شومبر دو بلاكار، شي حاجه اللي عصريه مدقونه في الاصلاح، جات في موقع جد ممتاز قريب لجميع المرافق العموميه، جات حدا ايكول الرائد. كما كتشوفوا فينيسيون اللي عصريه مدقونه. ديما الجديد على قناتكم اموبيلي مسفيوي، كنتمنى تفعلوا مع القناه وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس. هنا كاين سال دوبا، وتنعتذروا على الاضاءه ما كايناش حقاش هاد العقارات راه باقيين جداد، الانسان اللي شرا هو اللي تيدخل الماء والضوء في الاسم ديالو. هنا كاينه لا كويزين ايكيبي عصريه الام دي اف بروميير شوا، شي حاجه اللي متقونه في الاصلاح، الرخام كما كتشوفوا جليش شقق اللي كيتكلموا على راسهم. هانتوما كما كتشوفوا فينيسيون عصريه متقونه ديما الجديد، وهاد العقارات راه محفظين، والبيع تيكون عند النوتير اللي هو الموثق، سواء الموثق اللي عندنا حنا، ولا الموثق اللي تيكون الانسان اللي باغي يقتني العقار تيعرف شي موثق. الف مرحبا كما كتشوفوا ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم ايموبيلي مسفيوي، قناه اللي ديما كتجيب لكم عقارات اللي محفظين وفي مواقع جد ممتازه. هنا كاين الصالون كما كتشوفوا، هنا راه كاين الصالون، كنعتذروا ما كايناش الاضاءه حقاش النوافذ راه الكتريك الاضاءه. هنا كاين شومبر بالبلاكار، ديما الجديد ان شاء الله على قناتكم اموبيلي مسفيوي. وهنا راه كاين شومبر بالبالكون كما كتشوفوا، الالومنيوم بروميير شوا صباغه بلاتينيا، وكل ابارتمون كتكون من 3 شومبر، صالون لا كويزين سال دو بان. كنبغي نشكركم بزاف، وانتظروا الجديد على قناتكم اموبيلي مسفيوي، باقي بزاف ديال العقارات في جميع المواقع في مدينه بني ملال، واللي عنده اي عقار غير يتصل على الرقم 06 74 55 35 03، ولا يرسل لي الفيديو على الواتساب. كنبغي نشكر جميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن، الجاليه المغربيه وجميع المغاربه فيما كانوا، شكرا لكم بزاف، وكنتمنى ديروا جيم وتبارطاجيو.